انت رحلت الى العليا وسمعت هواك شهيد. احنا الوافر الكرام يا من سالت لله دماء. رحلت إلى العليا وسمعت هناك شهيدا. ستظل نشيدا يطربنا ما أطيب ذكرك ما أحلى. ستظل منارا يرشدنا. كان مجتهد في المدرسة، متدين، علاقته الاجتماعية كثير كانت متينة، كان يحب وطنه، بيحب الشهادة، يتأثر لما يسقط عنا شهداء أو جرحى، وكان دائما يتأثر على الأصل. كان دائما يقول لي يا با ليش ربنا ما اختارني شهيد لليوم، شكله زعلان مني، وكان يبكي بكاء شديد. محمد نموذج عن ظاهرة فلسطينية باتت تراب العين المجردة في الشارع الفلسطيني، ألا وهي اقتناع الكل الفلسطيني بخيار المقاومة كخيار للتخلص من الاحتلال. محمد مثل نموذجا مبسطا لمسيرة استمرت من 1920 وحتى يوم هذا وستستمر حتى يتم كنس الاحتلال من فلسطين. سترى الرحمن تكلمه وتنال الفضل بنيل رضاه.